أما هذه المعتبرة الصحة والبيئة سوف أخذ مثال هنا في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. الترقيم توسكي ديجيتاليزيشن وحد الإعلامية والاتصالات والتكنولوجيا السمعية البصرية. وحدها كيف وحدها؟ في برنامج هذا القديم معروف، لكن أردت أن أقول لكم كيف التكنولوجيات تستطيع عندما تدمج بعضها تخلق تكنولوجيا في الآخر المطاف، تخلق تكنولوجيا جديدة ومناخ جديد وآليات جديدة تستطيع أن تنمي. فالإنفورماتكس والتليكوميونيكيشن تطور وأصبحوا يعملون مع بعض عبر شبكات إرسال المعلومات. كذلك التليكوميونيكيشن والأوديو فيزوال عبر إرسال البرامج التلفزيونية بالأقمار الصناعية وقع دمجهم. كذلك الأوديو فيزوال والإنفورماتكس عبر إنجاز الأفلام والصور بأنظمة متوالدة بأجهزة الكمبيوتر الحواسيب العملاقة والفيديو سيرفر. مثلاً في الكارتونز، الكارتونز اليوم مثلاً كله أصبح بالكمبيوتر. تصور قط في 3-4-20 حالة تسجلها، وإذا أردت طبعاً تنتج كارتون تستعمل هذه النمبر 1 بلس نمبر 17 وعلى كل حواسيب كبيرة جداً 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 تستعمل هذه الأشياء. فكل هذه الأشياء الاي تي تي أوديو فيزوال كلهم خلقوا ما يسمى بالملتي ميديا. ماذا يعني اليوم الملتي ميديا؟ يعني اليوم الملتي ميديا أنه إذا أخذنا بورشن من الكمبيوتر وبورشن معينة لا نستطيع مثلاً 0001111001001 إكسترا، إذا أخذت هذه البورشن وحللتها لا تستطيع اليوم أن تفرق بين نص وصوت وصورة، كلهم اندمجوا. فهذا هو ما يسمى اليوم بالملتي ميديا، وأنا بسطته جدا جدا جدا. فالملتي ميديا الاتجاه التكنولوجي في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ماذا أنتج لنا عندما هذه كل الأشياء توحدت وأصبحت بعث ما يسمى بالملتي ميديا؟ ماذا نتج عنها؟ هناك أشياء أنا سردته هنا لكم لكي تفهمون كيف التكنولوجيا تتطور، وما عندما تتطور التكنولوجيات ما هي الأشياء التي يجب أن تتطور معها. فمثلاً في قطاع التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هذا نتج عنه ضبط الإشارات بالصوت والصورة. إذا أدمجنا هذا وأردنا أن نرسل صورة، فصورة ربما تأخذ ساعة. فما جاء المعنى؟ يجب أن ننخط في الإشارات، ويجب أن هذا أن يكون مرسلا في وقت وجيزا جدا جدا جدا، وإلا السيستم أصبح بلوك لا نستطيع أن نعمل. فهنا ينتج عليه هذا. كذلك خزن أكثر نجاعة للمعلومات، يعني صورة معلومات كبيرة جدا جدا ما تستطيع أن تضعها، فيجب كيفية وكمية الخزن تكون أكبر. هذا ما ينتج عليه. كذلك تطوير المحمولية، الوزن اليوم أصبحنا عوض الكمبيوتر الذي كان من أول زمان كان ربما حجم هذه القاعة، فاليوم الكمبيوتر أصبح صغير جدا جدا. فإذا وصلنا أو أردنا أن نصل إلى كمبيوتر صغير ونعطي للشخص الذي سوف يريد أن يستعمله الاستقلالية، ماذا وجب؟ يجب أن في هذا يعني الوزن ينخفض، الحجم ينخفض، كذلك المكونات تصبح مختلفة، والبرمجيات تصبح كذلك مختلفة، هندسة النظم والشبكات في داخل الكمبيوتر أو في داخل التلفاز تختلف من حجم مثل في كبر هذه القاعة وحجم صغير، فكله يختلف. فمثلا المالتي لاير تشيبس، مالتي لاير تشيبس هي كذلك تكنولوجيا جديدة. جديدة من أين أتت؟ أتت من هذه الشروط. شرط يجب أن عوض أن تكون لي كاميرا كبيرة في هذا الكبر أصبح عندي هاند كام. فسوني عندما أرادت أن تصنع الهاند كام قالت للذين يصنعون إنتل وغيرهم أنا أريد أن أضع كل البرمجيات في 2.7 سنتيمتر مربع بس أو سنتيمتر مكعب. فخلق بذلك وبعث بذلك التكنولوجيا الجديدة وما يعمل بالمالتي لاير.
مثال بسيط جدا لكي تفهم. كذلك عندما ننتج مثل هذه الاشياء ماذا يعني؟ يعني انه هناك تكنولوجيا جديده يجب ان تبعث، فمثلا الشاشات المسطحه عوضا ان تكون عندي كاتو ديكتيوب معناتها طوله 50 او 70 سنتي فيجب ان نكون زوز 2 سنتي بس، فهذه تكنولوجيا جديده. كذلك الشاشات الجيبيه، فاذا ضغطنا وضغطنا وصغرنا الحجم كذلك هي تكنولوجيا جديده. كذلك يكون قدرات اكبر للارسال عن طريق الاليات الضوئيه بنسبه التلطيف ضعيفه والاندماج بشبكه التطبيقات. اذا هذا كله ما تبعه لا يصبح له وزن اقتصادي هام جدا. قطاع عندما يتطور بهذا وعندما الدوله تريد ان تنهج مثل هذا المنوال وتنتج مثل هذه التكنولوجيات لها يكون لها وزن اقتصادي هام، نمو عال جدا جدا جدا، وكذلك تداخل قطاعي متنامي في اتصال المعلومات، كلفه في متناول، ولا يتطلب بنيه تحتيه مكلفه ومتطوره. الهند ماذا فعل؟ الهند زي ليبفروك معناتها صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تستلزم بنيه تحتيه قويه زي الصناعه الثقيله فليبفروك. ننتقل زي مثلا اليوم دوله في دوله من الدول تقول سوف استثمر في الهواتف الارضيه. والاستثمار في الهواتف الارضيه ليس له جدوى اليوم. فذي ليبفروك معناتها قالوا نمر طوالي للهواتف الجواله ويكون هكذا معناتها قد مررنا الى هذه المرحله. التراجمات الانتاجيه حظ حسب سلوكيات المستهلك، ماذا يصل اليوم؟ ما هو موجود؟ الديمومه في الاستغلال. عندما نشتري اشياء وننتج شيء نود ونحبب ان يكون هذا المنتوج سستينبل معناتها يدوم معناتها تكون لك تنافسيه اكثر عندما يكون المنتوج دائم الاستغلال. السهوله في الازداء. السهوله في ازداء الخدمه. يوزر فريندلي بلغه اخرى. الإدماجية 2 in 1 3 in 1 4 in 1 5 in 1 إذا استطعت أن تجعل 2 3 خدمات في خدمة واحدة تكون أحسن. فمن هذا كذلك مثلا صناعة الكوبي ماشين التي فيها كوبي ماشين وفيها سكان وفيها كذلك برينتينج وفاكس 4 in 1. هذا كذلك عندما انت تذهب الى السوق وتجد اربع خدمات في اله واحده تشتري هذه طبعا. لا سوف لا تشتري فاكس بحاله ثم تشتري كوبي ماشين بحاله ثم تشتري فهذا ما يعني الادماجيه. هذه ما يسمى هذه توجهات وسلوكيات السوق. السوق هكذا. فاذا اردنا نحن في الدول العربيه ان ننتج تكنولوجيا تواكب توجهات السوق هذه التوجهات. تكنولوجيا مبسطة ديسربتيف تكنولوجي عادة ليست لا تكون تكنولوجيا مستعملة كثيرا. إذا اليوم أتت تكنولوجيا مثلا في الموبايل ويقول لك إذا أردت أن تتصل بي يجب أن تكتب الكود الفلاني و و و ما يشتري ولا أحد. ولكن إذا قلت أنه إذا أردت أن تفعل هذا وهذا 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 تنزل على هذا الزر فقط كل الناس يشتغل. فيجب ان تكون تكنولوجيا مبسطه.